بكم في عالم سراج التعليمي. هيا لنبدأ معا مغامرات الحروف الأبجدية مع الكثير من المرح والتسلية. السلام عليكم يا أطفال، أنا الأسد أسامة وأنا رائد فضاء، واسمي يبدأ بالهمزة. هكذا يكتب هذا الحرف، اضغط عليه لتسمع كيف ينطق. أه. أنا سأبدأ. والآن جاء دوري. أوصل النقاط كما فعل كل من راشد ونورة. أحسنتم، هيا نحلق معا للتمرين التالي. أو إي، هذه هي حركات التشكيل الرئيسية، اضغطوا على التشكيل الصحيح بعدما أنطق الحرف. هل أنتم مستعدون يا أطفال؟ هيا بنا. ياهو. أو. رائع. إي. أحسنتم، هيا بنا إلى التمرين التالي. هنا توجد أشياء تبدأ بحرف الهمزة. أسد، معز. هذا صحيح. إناء، ثعلب. أحسنتم. أناناس، عصفور. ياهو. لنضع الهمزة في مكانها الصحيح. أكل الأسد أسامة الأناناس الأصفر من إناء أخضر. أكل. رائع. الأناناس. ممتاز. إناء. أحسنتم، هيا بنا إلى التمرين التالي.